أحمد سلامة. أحمد سلامة أو أبو البنات أو شهريار الفن المصري، أحد أهم نجوم الفن في فترة ليست بالبعيدة. موهبة طاغية وأداء هادي واختيار للأدوار المناسبة له هي أهم سمات شخصيته الفنية. لم يسعى لدور البطولة، ولكن أدواره جميعها كانت بصمة في الأعمال الفنية. عندما رأى أن الفن عبارة عن علاقات، قرر أن علاقته الوحيدة تكون عبر موهبته، وهي التي ستفتح أمامه الأبواب المغلقة. فهو فنان متعدد المواهب، فهو ممثل وسيناريست ذو رؤية خاصة به. أخباره في الصحف والمجلات كانت جميعها تصوب الأنظار نحو أعماله الفنية، وكذلك رأي النقاد به. ولكن في السنوات الأخيرة أخباره كانت تاخد منحنى آخر حول ابنته الفنانة الشابة وجراءة ملابسها. اليوم ومن خلال تقريرنا التالي سنتحدث عن الفنان والأب والزوج أحمد سلامة، أو أب البنات كما يطلق عليه. سنتحدث عن بداياته الفنية وأهم أعماله، وكذلك أهم تصريحاته حول ابنته الفنانة الشابة، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. أحمد علي حسن سلامة هو اسمه بالكامل، وهو من مواليد محافظة القاهرة 10 مايو عام 1960. الأب كان يعمل في شركة مصر للسياحة. دخوله للفن كان من خلال عمل والده وهو كان ما زال في سن صغير. فكما ذكرنا أن والده كان يعمل بشركة مصر للسياحة، وكان هناك اتفاقية بين شركة السياحة والتلفزيون المصري لتأجير الحافلات تذهب لاستوديو مصر. في وقتها كان يذهب لعمل والده، فرآه أحد المنتجين وطلب منه دخول التمثيل لأنهم بحاجة إلى أطفال، فالتحق بفرقة أطفال التلفزيون التي كانت تشرف عليها الفنانة إنعام الجريتلي، ومنها وقف على خشبة المسرح لأول مرة وهو ابن 12 من عمره. ظل يعمل بالتمثيل، ثم التحق بكلية الحقوق لمدة عامين، ولكن عشقه للفن جعله يغير وجهته. ترك الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ثم بعد تخرجه عمل لفترة مدرساً في معهد الفنون المسرحية، ثم استقال من التدريس ورجع لعشقه الأول وهو التمثيل. ثم بدأ نشاطه الفني من خلال السينما مع مطلع السبعينات، حيث شارك في أدوار سينمائية متميزة مع كبار النجوم آنذاك، منهم سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة في فيلم أفواه وأرانب. وظل يعمل في مجال السينما طوال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، فقدم مجموعة من الأفلام المتميزة، منها إحنا بتوع الأوتوبيس، إسكندرية ليه، لست شيطانا ولا ملاكا، حدوتة مصرية، أبناء وقتلة، المولد، أيام الماء والملح، المهاجر، الأوغاد. ثم قلت مشاركته السينمائية في بزوغ التسعينات وتوجه إلى الدراما التلفزيونية التي حقق فيها نجاحاً كبيراً من خلال تجسيده لأدوار متميزة في عدد من المسلسلات مع كبار النجوم. ومن هذه الأعمال لن أعيش في جلباب أبي، ليالي الحلمية، عفاريت السيالة، الضوء الشارد، ذئاب الجبل، الوتد، أوراق مصرية، لا أحد ينام في الأسكندرية، حتف بحر، كيد النسا الجزء الثاني، سلسلة دم. كما شارك في بعض الأعمال المسرحية منها قصة الحي الغربي، الملك لير، حلم بكرة. وبرغم تعدد أعماله الفنية إلا أنه لم يقم بأي دور بطولة. وتعليقا على ذلك قال في حوار صحفي له: أنا بطيء نسبيا في مشواري الفني، ولكنني سعيد جدا بهذا البطء، والسبب إني مش حابب أبقى ظاهرة وتختفي بعد كده، ولكن أنا موهوب وهذه الموهبة لابد أن أستعملها صح. بجانب موهبته المتميزة في التمثيل، إلا أنه يمتلك عدة مواهب أخرى
منها أنه قام بتأليف مسلسل سمير وعيلته الكتير عام 2009، وهو مسلسل من نوعية السيت كوم، كما كتب سيناريو وحوار مسلسل الركين، وقام أيضا بعمل الديكور لفيلم رومانتيكا والذي تم إنتاجه عام 1996. أما عن حياته الشخصية فقد كشف الفنان أحمد سلامة أنه تزوج 4 مرات قبل زواجه الأخير الذي استمر 20 عاما ومستمر حتى وقتنا هذا، وهي أطول زيجة مرت عليه. كانت من الممثلة منى جلال، وأضاف أنه رزق ب7 بنات ولديه ابنة واحدة فقط متزوجة تدعى موني. وكشف أحمد سلامة أنه قبل زواج ابنته موني بيوم واحد كان سيلغي حفل الزفاف، مشيرا أنه لم يكن مقتنع كيف لشاب يأتي ليأخذ ابنته من بين يديه برضاء، مضيفا أن علاقته ببناته جيدة جدا ولا يتعامل معهن بمنطق السيد، لكنه دائما ما يتناقش معهن في أي موضوع ولا يفرض رأيه عليهن. وكشف أنه لديه ابنتين فقط دخل مجال الفن، هما الفنانة سارة سلامة ومنار سلامة التي تعمل في مجال الإخراج، لافتا إلى أنه عمل معها في مشروع التخرج الخاص به وكان ينفذ كل ملاحظاتها لأنها مخرجة العمل. وبعد امتهان ابنته سارة للفن انتشرت أقاويل أنه سعى إلى ذلك، وهو ما نفاه في أكثر من لقاء تلفزيوني، وضح أنه يرفض الوساطة في الفن وأن ابنته دخلت إلى هذا المجال بفضل موهبتها وحضورها لورشة المخرج المسرحي خالد جلال. بعد ذلك تعرضت ابنته سارة لهجوم كبير جدا بسبب ملابسها الجريئة والتي وصفها البعض بذلك في مسلسل ابن حلال، ولكنه دافع عنها قائلا الهجوم مفتعل وبنتي مصدر فخر ليا، كما كان لديها 19 عام وقت تصوير المسلسل، ولا أرى مشكلة في ارتداءها للهوت شورت. برأيك عزيزي المشاهد وبعد مشاهدتك لتقريرنا اليوم، هل تعامل الفنان أحمد سلامة مع الهجوم على ابنته سارة بموضوعية أم أن له حسابات أخرى؟